السلام عليكم. موضوع مهم جدا اختيار الاسماء للمولود، ان في ناس كتير بتقع في الغلط دوت وما بتاخدش بالها منه. ان انت تختار الاسم للمولود بيبقى مهم جدا، لان ده بيكمل حياته كلها بيه. فما تجيش تختار اسم للمولود تقول لي مثلا انا هدور في اسم في القران وبعد كده اسم يعجبك، في حين ان انت اصلا ما بتقراش القران، وفي حين اصلا ان انت مش فاهم معناه، وفي حين اصلا ان الاسم نفسه في اللغه العربيه في الوسط اللي احنا عايشين فيه حاليا، ان اللغه العربيه للاسف الشديد ان هي بتندثر، ان اغلب الجيل اللي طالع مش فاهمين لغه عربيه، فمش فاهمين معنى الكلمه، مش فاهمين عمق الكلمه. فبالتالي يبقى الطفل او الطفله اللي بتسميهم اسم موجود في القران وهم مش فاهمين معناه، فبيبقى مصدر للتريقه عليهم. فالولد او البنت بدل ما يحس ان الاسم ده قوي بالنسبه له، وطبعا ده دور الاب والام ان هم يشرحوا له الموضوع دوت، بس في اول سنين عمره مش مدرك الكلام ده اصلا، فبيبقى رمز للسخريه او رمز للضعف بين زملائه في المدرسه، لان انت اول 7 سنين دي اللي بتشكل حياه الطفل. واول سنتين الطفل بيبقى قاعد معاك في البيت ما بيطلعش بره البيت، او اول 2 ونص، بعد كده بتطلعه بتوديه الحضانه. ففي اطفال مثلا بيتعاملوا معاه، في اطفال مثلا غير سويين مش متربيين، في اطفال او حتى ممكن ناس كبار، وبتحصل انه ممكن يسميه اسم معين ويقول له مثلا ايه الاسم ده، يقول له ده مثلا باب من ابواب الجنه، او ده اسم نهر في الجنه، او ده اسم مثلا الصحابي الفلاني، وهو مش مدرك الاسم ده قيمته قد ايه. بتخلي عقدة عند الطفل من صغره، ويبقى هو كاره اسمه. حتى كل مرة لما يجي يتكلم مع الأم أو الأب على اسمه أو اسمها، وفي الآخر أنت تشرح له، برضه هو مش مقتنع، لأن ضغط المجتمع أو الضغط المجتمعي اللي حوالين الطفل بيأثر عليه. فخد بالك لما تيجي تختار اسم من أسماء المولود، احسن اختيار الاسم، خلي الاسم يكون واضح في معناه. ما تختارش معنى ما يكونش واضح في معناه، يبقى ليه معنى باطني، والمعنى الباطني يكون قوي والطفل مش هيفهم والناس اللي حواليك في المجتمع مش هيفهمه. لو الاسماء دي موجوده منتشره عندك في المجتمع وده شيء طبيعي، يبقى انت تختار الاسم ما فيهاش اي مشكله. لكن لو الاسماء دي مش معروفه في المجتمع، خصوصا ان الناس اللي بتبقى عايشه في بيئه غير البيئه بتاعتها، الناس اللي بتبقى عايشه في دوله غير الدوله بتاعتها، لان هو بيتعامل مع جنسيات مختلفه، مع اعراق مختلفه، مع اشكال مختلفه، وفي الاخر بتربي عقده عند الطفل من صغره. فالولد يكبر عنده عقده وهو كاره اسمه اذا كان ولد او بنت. فرجاء ثم رجاء لكل اب وام، ما تجيش انت تختار اسم عشان هو عاجبك او هو مثلا راق ليك بشكل او باخر، تختاره للولد او البنت وبعد كده يربي له عقده من صغره. وبرضه بنقع في خطأ تاني، كل واحد بيتمنى يسمي على اسم امه او ابوه، والاسم ده ممكن يكون حاجه مندثره من زمان، اللي هو الاسم ده نادر الوجود، ما بنسمعوش بسهوله، او الاسم بيبقى صعب في النطق، او الاسم تحس ان هو الاسم ده ما يتحطش على طفل. فبرضه بتعمل عقده صغيره للطفل من صغره عشان الاسم بتاعه زي اسم ماما ولا تيتا ولا بابا ولا جده. مش لازم يحصل كده. والناس برضه بتقع في خطأ تاني، يسمي اسم ابوه، فبعد كده لما يولد فالابن يسمي باسم ابوه، فتلاقي مثلا الولد اسمه لؤي لؤي لؤي، او محمد محمد محمد، او احمد محمد محمد محمد. فرجاء تختار الاسم بشكل يليق بالطفل بتاعك. انت عايز ابنك يكون ناجح، مش عايز ابنك يكون فاشل، مش عايز ابنك يكون متاثر بالناس اللي حواليه. في حاجات كتير قوي هتاثر عليه، بس من ضمنها اسمه. والاسم اختار اسم يكون يليق بالولد، الولد يكون فيه شجاعه او البنت تكون فيها شجاعه ان هو تقول له مثلا اسمك ده زي فلان الشخصيه المعروفه اللي عمل كذا، اللي سوى كذا، اللي كبر كذا، المشهور كذا. وتختار اسم يكون لي معنى ويكون لي مغزى، لانه بيأثر في حياه الطفل. يعني نادرا قوي لو لقيت مثلا طفل اسمه اسد وتلاقيه جبان، او فهد واسمه وجبان، نادرا لما بتحصل الحكايه دي. او تلاقيه مثلا اسمه يوسف، نادرا لو لقيت مثلا واحد اسمه يوسف وتلاقيه مثلا عنده شخصيه مهزوزه، لان الاسامي بتاثر في الطفل. فالطفل يبقى عارف انا اسمي يوسف، انا اللي اتذكرت، انا اسمي اتذكر في القران، سيدنا يوسف اللي عمل قصه كذا وكذا وكذا، او موسى ده على اسم النبي اللي عمل كذا وكذا وكذا وكذا، او عيسى اللي عمل كذا وكذا وكذا وكذا، او محمد اللي عمل كذا وكذا وكذا وكذا. فلما تختار اسم، احسن اختيار الاسم للمولود. ما تختارش اسم عشان مجرد هو عجبك، عشان ما تبينلوش عقده، وفي الاخر هتبقى انت السبب.